بسمة أمل. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وبسمة امل جديدة. بسمة امل النهاردة بتقول لك كويس ان انت يبقى عندك ثقافة كتيرة في الحياة. ليه يا جماعة ما بننوعش مفاهيمنا وثقافتنا ومعلوماتنا؟ فرصة ان بقى قدامك النت فتح لك العالم كله. ليه انت قافل على معلومات قليلة؟ من حوالي شهر دخلت على نتفليكس فبدأت اتفرج ايه الحاجات الوثائقية اللي موجودة، فلقيت فيلم اسمه The Tsar. ده فيلم أو مسلسل من 8 حلقات طويلة، كل حلقة 45 دقيقة، عن الزار القياصرة في روسيا اللي كانوا موجودين زمان قبل الحكم الشيوعي، وآخر زار اللي معاه سقطت الشكل القديم للقياصرة كان اسمه نيكولوس الثاني. فالفيلم بيحكي قصة نيكولوس الثاني، وكان أخطر حاجة عملها إن كان عنده رجل دين وحش اسمه راسبوتين. ده كان فاسد جدا وعمل بلاوي، الناس كرهت الراجل ده كراهية شديدة جدا. وانا بتفرج عليه لقيت مراتي بتقولي طب بتفرج على الفيلم ده ليه؟ طب ده هيفيدك في ايه؟ قلت لها معلومات عامة. قالت لي يا سلام، والمعلومات العامة دي هتفيدك في ايه ان شاء الله؟ قلت لها حد عارف يمكن الاقي حاجة تفيدني في اي شيء معرفش، بس انا بوسع مداركي. دي الفكرة اللي انا عايز اقولها لكم. تمر الايام واقابل في مصر بنت روسية متجوزة من رجل مصري بتدرس في أحد المدارس، هي مسيحية لكن كره المسلمين بشدة. ليه يا ستي؟ قالت لي شوفوا اللي انتوا بتعملوه، وداعش واللي بيموتوا الناس واللي بيقتلوا الناس، هو ده الدين بتاعكم. بصوا بقى المعلومة هتيجي ازاي. قلت لها ممكن أسألك سؤال؟ قالت لي تفضل. قلت لها انت تعرفي قصة نيكولوس الثاني الزار الأخير؟ قالت لي طب انت بتقولي الحكاية دي ليه؟ قلت لها فاكرة راسبوتين؟ قالت لي كلنا بنكرهه. قلت لها كويس قوي، محدش قال ده مسيحي اذا كل المسيحية وحشة، انما تقال راسبوتين وحش. قالت لي صح. قلت لها كذلك الاسلام، هؤلاء الناس المتطرفين دول ما نقدرش نقول دول سيئين وحشين متطرفين، اذا الاسلام متطرف. اشمعنى قبلتي ان انت تقولي راسبوتين وحش لكن ملوش علاقة بالمسيحية وما بتعمليش نفس الطريقة مع الاسلام؟ فوجئت بالبنت بتقول لي انا متشكره جدا، لكن لولا ان انت ضربت لي مثل من حياتي انا ما كنتش هفهمك. يا ما قعدت مع ناس ما عرفوش يفهموني. يا جماعه وسع مداركك، اقرا حاجات مختلفه عن تخصصك، امشي وشوف حاجات في الدنيا غير اللي غيرك بيعملها. انا لولا ان انا عارف حاجه من ثقافتها هي ما كنتش هعرف اقنعها. بسمة أمل للإنسان واسع الاطلاع، أما هتفيدك في الدنيا فايدة، هتأكلك شهد وهتنجحك في حياتك العملية. بسمة أمل إنك تشوف الدنيا بعينين واسعة مش ضيقة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله. بسمة أمل.